منقطع يعني منقطع النظير في انك توصل للمرمى بهذه يعني بهذا العدد. انت عندك لعيب واحد عنده سبعه على المرمى، لعيب واحد سبع محاولات على المرمى فعلا صالح جمعه، وعامل ثمان مراوغات ناجحه يعني بيلعب نفسه. طيب احنا غير صالح جمعه عندنا طبعا ازارو، عندنا ازارو من المكاسب طبعا، ازارو طبعا من المكاسب يعني مكسب مهم جدا. وليد ازارو شايف ان انت يعني وليد ازارو مثلا لو كان ما كانش في البطوله العربيه دي كنت هتلعبه مباريات وديه لانه مش هيلعب كاس مصر، فما كانش ان انت هتقدر تحكم عليه او نقدر ان هو يبدا ينسجم مع زمايله قبل ماتش الترجي، لانه هو وش هيلعب اساسي في مباراه الترجي ده مليون المية يعني. فانت كنت محتاج ان هو يخش طبعا على حسب الجزاء وربنا يكفيه بس شر الاصابه. طبعا يعني فانت محتاجه ان انت تديله انسجام في بعض المباريات، تبدا ان انت تحكم عليه تحركاته. لا يا زارو انا عايزك تكون الفينش بتاعك اعلى من كده، حتى كابتن حسام بدا يعمل معاه بعض الجلسات عشان يتطور، لانه هو لسه لعيب صغير برضه، لسه 21 سنه يعني قابل للتطور. طبعا احمد ما بقالوش اسبوعين، ده في ناس بتقول بتحكم عليه وما بقالوش اسبوعين، دي نقطه اللي حضرتك قلتها دي نقطه مهمه جدا يعني. وغير كده ان هو 21 سنه يعني انت بتحكم على لاعب 21 سنه قابل للتطور. محمد صلاح اول ما احترف ما كانش بالمستوى ده، بقى اتطور بشكل كبير جدا. هي الكره محطات وخطوات. طبعا ازارو لعب ثلاث مباريات بشكل اساسي ومباراه بديل، يمكن هو احرز هدف وصنع اربع فرص، فدي برده معدل كويس ان هو يعتبر لعب ثلاث مباريات مثلا صنع اربع فرص، معدل كويس جدا بالنسبه للمهاجم. راح على الجون كام مره؟ تسعه. دقه محاولاته كام؟ يعني 55.5 يعني اكتر من النص صحيح، فدي بتاكد ان الفينش بتاعه مش وحش زي ما الناس فاكره. نعم. لا الفينش بتاعه كويس وان شاء الله هيجي. طبعا هو تعرض للاخطاء من الخصم تسعة، دايما هو محطه فايز ب 13 هتلاقيه اكتر لاعب بيفوق بيكسب التحامات واكتر لاعب بياخد فاولات، لان هو المحطه اللي كابتن حسام بيعتمد عليها، فبينزل دايما المدافع بيرتكب معاه الاخطاء كده. ده معناه ان هو بيعرف يستلم الكره صح، فبيجبر دي نقطه مهمه جدا المنافس. على فكره مش اي مهاجم بيعرف يستلم الكره تحت ضغط، خاصه لو انت بتلعب مع يعني مش في الدوري المصري كمان، في البطولات الثانيه. معدل فقد الكره بتاعه 3 بس في المباراه الواحده، فده برده رقم كويس جدا. معدل قطع الكره ليه 13 قطع الكرات كل في المباريات 13 مره، فده برده بيدل ان هو بيضغط وبيحاول وعنده جانب بدني عالي ودايما يعني ازاره من اللعيبه اللي هي زي ما بنقول على بلغه الكره اللعيب ريزل اللي هو مشاكس اللي هو ايه يعني بيعرف يلبس المدافعين اخطاء، يعرف ان هو إيه لما ينزل تحت مثلا هتلاقيه ممكن تلاقيه مثلا في ماتش الترجي متسبب في كارت احمر، متسبب في انذار، المدافع لما بياخد انذار عكس مثلا ايه مش بيكمل بتفرق معاه، مش في الالتحامات وفي الكلام ده. فدي ميزه وليد ازارو بصراحه. ازارو ان شاء الله جاي ولسه 22 سنه، فباذن الله باذن الله يعني انا اعتقد ان هو مكسب كبير في البطوله دي، خاصه في عنصر في حته الانسجام. في برده يعني معانا برده اسلام محارب، اسلام محارب الصفقه الجديده اللي انضمت للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، اعتقد ان هو دخوله وان كابتن حسام بيستخدمه كلاعب جوكر، بيلعب جناح بيلعب وينج بيلعب جناح بيلعب ظهير ايسر في بعض المباريات، بيلعب سي ام اف لاعب وسط، فده برده مكسب. هو لعب 88 دقيقه بس يعني لعب ثلاث مرات كبديل، كابتن حسام استخدمه كبديل، جاب جون وقطع الكوره 13، في رقمين مميزين قوي. معدل قطع الكرات بتاع اسلام محارب 13 مره، ده رقم كويس، رقم عالي قوي، بيدل ان هو عنده قدرات دفاعيه كبيره جدا. وعامل كام عرضيه؟ عامل سبع عرضيات في 90 دقيقه او في 88 دقيقه، ده رقم بياكد ان هو عدد العرضيات بتاعه كبير، لاعب عدد العرضيات بتاعه مميز. هو اسلام محارب ميزته قدرات الدفاعيه والعرضيه بتاعته، غير طبعا ان هو في الفينش بتاعه يعني عامل ثلاث محاولات دقه محاولاته الاعلى، اعلى من ازارو واعلى من صالح جمعه 67%، لو حضرتك اخذت بالك من الرقم هناك كان 55 وكان 50. هو دايما اكتف على الجون يعني اسلام محارب، فعال. هو اكتف، ما هو اكتف فيها فعال يعني بتحس ان هو حتى في سموحه بيحرز اهداف كتير او بيحاول يحرز اهداف، ودي من المميزات اللعيب المتطور. فانا شايف طبعا صفقه اسلام، لا صفقه اسلام ميزه وكسبناها فعلا. برضو استعاده رامي ربيعه لجزء كبير من مستواه ما ينفعش ما ننساش، يعني ربيعه مش عشان خطا مثلا اظلمه، لا ربيعه في البطوله دي في الثلاث مباريات استعاد جزء كبير من مستواه بامانه. هو احسن المدافعين، هو اكتر لاعب قطع كوره 74 مره، فده رقم بياكد ان ربيعه مش عشان خطا مثلا في المباراه الاخيره في الكره العرضيه، ممكن تكون هي الخطا في المساحه ما بين ربيعه وهاني مش ربيعه بس يعني، لكن ربيعه مكسب كبير جدا في البطوله دي. وان انت هتدخله مثلا هتلعبه ما بين سعد مع سعد سمير في ماتش الترجي، فلا ربيعه مكسب وان شاء الله يعني انت تقدر تستفيد بيه في مباراه الكاس كمان. يعني لما الفرقه بيجي فيها جون ما بيبقاش مدافع بس اللي بيتحمله، طبعا الخط كله، الخط كله طبعا. بتتكلم الخط فيه اربعه، فيعني هم برده كانوا بقالهم كتير ما لعبوش مع بعض، في ناس دي نقطة مهمة جدا، مراكز مش متعودة ممكن تعملها لكن مش متعودة عليها، مش دي هنخليها في السلبيات. يعني من ضمن السلبيات في البطولة هو خط الدفاع، وارد نخليها في السلبيات، وارد ان انا يجي فيا اهداف من وبعدين برضو
احنا قلناها حتى في الاستاد الاهلي وانت كنت موجود، الافضل ان انا اتحط في المواقف دي في مباراه زي بشكل البطوله العربيه بشكل ودي افضل ما انا اواجهها في اللقاءات الرسميه. والخطا كمان الاستفاده، انت السلبيات دي انت بتستفيد بيها ايه؟ ان انت بتصلح بتعدل. يعني احنا شفنا بتعدل، شفنا مثلا ايه، ان انت عندك الاثنين قلب الدفاع عندك مشكله، عندك فعلا يعني فعلا في مشكله بسيطه كده ان شاء الله نقدر نحلها، لازم تحط ليها حلول. يعني لو ما كناش لعبنا البطوله العربيه دي كنا ممكن نكمل بالثلاث مدافعين، لكن احنا اول ما لعبنا البطوله العربيه دي واكتشفنا ان في اخطاء في الدفاع، باين ان الفتره الجايه باذن الله في خلال اليومين الجايين هيبقى في قلب دفاع باذن الله يحل المشكله دي، نقدر ان احنا نقيده في افريقيا ويحل المشكله دي. فانت لو ما كنتش لعبت في البطوله العربيه ما كنتش هتاخد بالك ان في مثلا مشكله في قلب الدفاع. لا وتعرضت لبعض المواقف برزت لي ان انا حتى ابتديت، لسه كنا بنتكلم على دخول احمد فتحي كمساك ودخول محمد هاني في اللقاء كمساك، وكل دي للتجربه. كابتن حسام بدري بيشوف بيجرب لان ممكن وارد جدا تحدث في لقاء رسمي وتبقى الموضوع بشكل، وعلى فكره التجربه اللي هو يعني ما نجحتش، التجربه ممكن تنجح وممكن تفشل، التجربه هي ما نجحتش، فده ده الكوره كده. فعشان كده انت لما لعبت البطوله العربيه استفدت ان انت محتاج مدافع، دي نقطه مهمه جدا، دي يعني الناس السلبيات لازم نسردها، وطبعا انت بتصلح السلبيات دي، نقطه مهمه جدا. لعيب زي باسم علي، لعيب مكسب البطوله العربيه برضو كسبته، باسم علي ده كان هيمشي قبل البطوله العربيه دي، كان واضح ان هو ماشي خلاص يعني بكل صراحه. لا اول ما لعب في البطوله العربيه واخد المباريات الدوري الاخيره لا اثبت نفسه، وكابتن حسام على فكره مقتنع جدا بباسم علي، فاول ما الراجل اخد امكانيات عاليه جدا بس باسم انا شايف مشكلته في حاجه واحده في مباراه البطوله العربيه دي، يعني حتى باسم لو سمعنا باسم بتوصل لاخر الخط بس بتتاخر جدا في العرضيه، لازم ارفع العرضيه بسرعه، ما ينفعش اوصل لاخر الخط واستنى يكون المدافع كبس عليا، هيكون حط رجله. فكل العرضيات دقتها، دقه باسم في العرضيات قليله بسبب ايه؟ انه انت بتوصل لاخر الخط لازم اعمل كروس على طول، ميزه ان انت وصلت اخر خط على طول ده الكروس. لكن طبعا باسم علي حاجه يعني برضه محمد، هو باسم عنده حاجات كتير مهمه وممكن يكون، لكن بعد شويه عن المباريات طبعا يعني برضو انا هقول لك، انت متعود ان الباك او واحد زي احمد فتحي بيلعب بشكل مستمر، هتلاقيه بيعمل الاوفر بالسنس بالاحساس الملعب بيديها له، لكن وانت في اللقاء بقالك كتير ما يعني ما بتلعبش وبتخش فجاه وبتلعب ماتش وفي صيغه رسميه، ممكن يجي السنس بتاع انك انت يعني احساس، انا برضو عشان المشاهد يبقى فاهم احساس الرفعه مره واثنين وثلاثه هيجي، يعني هو باسم محتاج بس المواظبه المباريات طبعا محتاج مواظبه، وهتلاقي موضوع العرضيات دي من اهم الحاجات للباك من غير عرضيه. صح، اكتر حاجه بتعجبني في باسم علي في الباكات اليمين كلها في مصر تحضير الهجمه من تحت، دايما تلاقي معدل لمس الكره بتاعه عالي جدا في المباراه عشان هو حريف بياخد الكره وسريع، عنده حته المراوغه والتحرك بدون كوره. حاجه برضه يعني باسم علي في المارين كانش بيلعب باك، كان بيلعب هاف يمين. طبعا كان بيلعب هاف يمين، كان بيلعب قدام. ايوه، وحتى لما انضم لمنتخب مصر كان منضم لمنتخب مصر لانه عنده الحته الهجوميه كانت عاليه. صح، لانه بيعرف ينطلق وبيعرف يراوغ وبيعرف يروح لقدام. انا هفكر حضرتك بحاجه، فاكر ماتش مارتن يول لما لعبنا الوداد السنه اللي فاتت؟ كان لاعب باسم علي جناح وعمل ماتش هايل جدا، ان هو دي عدلته الاصليه. صح، يعني هو عدلته الاصليه، ولكن في بعض الاوقات ودي بتحدث في كل لعيبه العالم ومن ضمنهم داني الفيش اللي راح اليوفي لعب جناح ما لعبش باك. صح، وكوادرادو لعب جناح، كوادرادو لعب جناح ولعب في 3-5-2. نعم، وهو اصلا بيلعب في الامام. فهي اللعيب الكبير اللعيب الدولي لازم يكون عنده امكانيات، حتى لسه ذاكرها لسه ذاكرها في اسلام محارب. طبعا لما قلت ان هو ممكن يلعب خط يعني يلعب في نص الملعب في ارتكاز وممكن يلعب باك شمال زي وليد سليمان بالظبط تحتاجه في بعض المباريات، دي نقطه مهمه جدا. برضه من المكاسب اللي كسبناها لاعب زي عمرو بركات. عمرو بركات يعني في المباراتين اللي لعبهم ونزل فيهم كبديل اثبت ان هو عنده شخصيه، لعيب عنده شخصيه كويسه جدا، عنده شخصيه النادي الاهلي، وبعدين الشوطه بتاعته احسن مسدد هو في مصر حاليا، يعني الشوطه بتاعته على طول في الجون، يعني تلاقي مثلا دقه محاولاته عاليه جدا، وده لاعب مهم جدا ممكن في بعض المباريات تستخدمه كبديل، ان انت مثلا ايه طبعا ممكن يلعب اساسي، بس انا بتكلم ان هو طبعا انت عندك عبد الله وعندك صالح، فممكن في بعض المباريات تلاقي مثلا في فرق الدوري المصري قافله عليك، عامله دفاع كومباكت والدنيا مقفوله وصفر صفر، فانت هتحتاج واحد زي عمرو بركات ده زي ما حصل قبل في مباراه البطوله العربيه، ينزل بشوطه يخلص لك المباراه. هو عنده ميزه كمان انه تكنيك الشوطه بتاعته او طريقه تسديد الشوطه بتيجي من وضع الثبات، يعني انت ما بتلحقش حتى تجهز، يعني في لعيبه بتبقى عارف انها لعيبه مسدده جيده
فعقبال لما تشوفه هو بيمرجح باللغه يعني التكنيك انت التكنيك اللي هو كيفيه اداء الحركه وهو بيشوط بياخد وقت لكن عمرو بيشوطها من 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 الوضع الثبات على طول ودي وطبعا اي واحد اشول لازم رجلي تبقى جامده ايوه صح والا ما يبقاش اشول بجد وعمرو بركات مكسب مكسب كبير وحتى هو يعني هو بصراحه كابتن حسام ما كانش هيمشيه يعني هو كابتن حسام عنده قناعات ان هو كان حاطط في البلين بتاعه للسنه الجايه اكرم توفيق وعمرو بركات من قبل حتى ما يتالق في البطوله العربيه لكن اللاعب اللي هو اثبت نفسه في البطوله العربيه وكان ممكن يمشي كان باسم علي لكن عمرو بركات كان في البلين انت رايك ايه في اكرم توفيق اكرم توفيق لا لاعب لاعب مهم جدا لاعب هو المستقبل اكرم توفيق المستقبل لاعب ديفندر يعني محترم جدا لاعب قاطع كرات كلمه المستقبل دي هو المستقبل هو المستقبل بتاع النادي الاهلي كديفندر بصراحه لاعب الورك ريت بتاعه عالي جدا هو ممكن يعني انا شايفه خليفه حسام عاشور ان شاء الله يعني حسام عاشور ما بقاش حسام عاشور غير لما اخذ المباريات الكتير وعدد الدقائق اللي لعبها دي في عدد السنين ده فبقى حسام عاشور انا شايف اكرم توفيق لا لعيب بديل هتحتاجه جدا في ان انت لاعب ان انت محتاج لاعب هولدنج في بعض المباريات يقفل لك حته العمق دي خاصه كمان ان انت عندك بعض المشاكل في خط الدفاع فانت لازم يكون عندك لاعب اللي هو ايه اللاعب القاطع الكرات ده اللي بينزل ما بين الاثنين يقفل لك حته العمق تماما فاكرم توفيق لا لاعب الورك ريت بتاعه عالي جدا لاعب كمان غير الورك ريت لاعب مهاري يعني اكرم توفيق مش لاعب اللي هو بيباصي بس لا لاعب عنده قدرات مهارة. هجوميه كمان عنده مهارة دي نقطه مهمه جدا كمان هو بيباصي بس دي يا ريت تبقى موجوده احنا عندنا ناس يعني عشان تطلع لك الباس بتاخد يعني تقعد فتره ده هو الممرر الجيد في المركز دوت دي اهم سمعته وبوسكيتس صح ما هوش يعني هو طبعا حريف قوي يعني وقاطع الكرات طبعا لكن وبيتوقع وعلى الرغم من كده تلاقي الباس بتاع بوسكيتس قليل قوي لما بيعمل باس صح وده اللي خلاه في هذه المكان وماتتش ما ماتتش برضه اللي هيخليه مانشستر يونايتد تجيبه دلوقتي نفس الفكره انت محتاج لاعب قاطع كرات يقفل لك حته العمق مورينيو ذكي راح جاب ماتتش برضه بنفس الفكره عشان يقفل لك حته العمق والمشاكل اللي عنده مثلا لما يلعب ليندلوف وبايلي نفس المشكله بالظبط ان انا اجيب لاعب قاطع كرات في النص يقفل لك حته العمق فده ذكاء طبعا اغطي على على السردباكين بتاعته ودي من الحاجات المهمه في ايه تاني المكاسب عوده حمودي حمودي اعتقد ان هو من الاصابه ان هو ان انت محتاجه تاهله قبل مباراه الترجي يمكن حمودي اول مباراه لعبها رجع بمستوى خيالي في اول مباراه لعبها في المباراه الاولانيه اعتقد كان مقدم مباراه قويه جدا يمكن في المباراتين التانيين مستواه قل شويه فدي حمودي يعني ايه لازم حمودي يعني ايه في الفتره الجايه ديت يبدا بقى ان هو ينسجم النهارده يعني حمودي ما شاركش هو عمل تدريبات صح عمل تدريبات تاهيليه فاعتقد ان جاهزيته تاخد وقت اطول شويه هو حمودي يعني لازم يشوف حل في مشكله الحته البدنيه دي لازم ان انت يعني خلاص بقى الفتره الجايه احنا محتاجينك في قدام مباراه الترجي ومحتاجينك في كاس مصر من اللعيب نفسه هو تبقى من المنظومه هو المنظومة حمودي برده من اللعيبه اللي بيبقى ممكن يبقى بعيد فتره ولما ينزل ما يلعبلكش مثلا المفروض ان اللعيب اللي بقاله فتره ما بيدكش 100% لا هو بينزل يدي 200% انا محتاج حمودي جدا حمودي يعني لاعب عنده حل اللي هو يعني الحل الفردي ده اللي بيجي في الجناح حمودي حريف قوي يعني لعيب حريف جدا انت محتاجه فانا يعني لازم حمودي يبدا بقى اللي هو يجهز الفتره دي عشان حتى قبل نهائي الكاس وقبل ماتش الترجي في المعسكر ان شاء الله اللي هيقام في اوروبا دي نقطه